احنا بتوع الاتوبيس دموع في عيون وقحه، والواد سيد الشغال عادل امام وعيد ميلاده، ويمكن برنامج الستات كان سابق ان هو يقول للنجم عادل امام من يوم الاربع اللي فات اخر يوم لينا كان على الهوا كل سنه وانت طيب يا زعيم، وهو اكبر من اي القاب، كفايه ان احنا نقول عادل امام وكفى. احنا معانا تليفون وصوره اهدتها لنا نجمه جميله شاركته الاعمال اللي انا قلت عليها دي، وارتبطت معاه بمجموعه كبيره من الافيهات بنستخدمها كل يوم في حياتنا في مواقف مختلفه. الجميله الرائعه دايما الحاضره رغم الغياب مشيره اسماعيل، صباح الفل ومساء الفل. مسكي ازيك يا ست الكل؟ ازاي حضرتك؟ ونحب تشاركينا من ذكرياتك في تجربتك مع النجم عادل امام. انت حضرتك قلتي كلمة، قلتي هو اكبر من كل الالقاب. انا مرة بقول له، انا على فكرة ما احبش كلمة الزعيم دي، قال لي ولا انا بحب عادل امام، كلمة عادل امام، وهو نجم النجوم، دي هي اللي تنطبق عليه فعلا، يعني نجم النجوم، نجمنا كلنا، النجوم كلهم بيحبوه، وحاجة غريبة ان كل زمايله بيحبوه بيرفعوه كمان، وهو كمان بيقدر اللي قدامه قوي ويرفعه، مش النوع اللي يغير لا لا، ده نفسه جميلة جدا ويرفع اللي قدامه ويديله فرصة لانه يقول قدامه كده. كل سنة وانت طيب يا عادل، يا رب يديك الصحة والعافية وحسك في الدنيا معانا دايما ويخليك لينا يا رب يا رب. انتوا 7 سنين في الواد سيد الشغال لوحدها، 7 سنين تقريبا. ايه المواقف والذكريات اللي ما بتروحش عن بالك او اللي حاضرة على طول في ذهنك؟ بس واجب ان انا اقول برضو ان فيهم سنة او اكتر اشتغلتهم سوسن بدر. بنحييها، بنمس عليها. سوسن جميلة ورائعة. جميلة دي. جميلة والله، ولما كنت روحت هناك بتمرن وهي علمتني الزغروت، انا ما كنتش بعرف ازغرط. والله يعني سوسن بدر اللي علمتك الزغروتة؟ والله بتزغرط حلو؟ ده احنا في زغروتة واحدة في المسرحية اللي هي في الآخر في الفصل الثالث، أنا ما كنتش بعرف أعملها، وكان في واحدة بتقف جنبي تزغرط بدالي، بس سوسن قالت لي اعملي كده واعملي كده، شاطرة قوي وكانت جميلة جدا، إنسانة راقية جدا. طيب غير سوسن بدر الرائعة اللي دايما بنقولها بنحبك ودايما مشرقة، والله ايه تاني الذكريات اللي ما تنساهاش في المسرحية دي تحديدا، لأن إفيهاتها احنا بنتداولها يوميا تقريبا؟ والله يعني انا يعني عادل دوت بالنسبه لي انسان، يعني انا ما شفتش زي كده، ومش هيتكرر بني ادم زي ده، يعني مش هيتكرر انسان اصلا، بس في الشغل طبعا التزام ما فيش بعد كده، ومواعيد مظبوطه. انا كنت بقول امبارح ان هو لما كان بيدخل المسرح وهو جاي من البيت وانا قاعده بعمل مكياج في الاوضه، كنت بسمع دب رجله وهي وهو داخل، فاقوم اقف على الباب استناه على باب اوضتي واسلم عليه، يقول لي انت بتقفي في نفس، اقول له انت بتيجي في نفس الميعاد، ودب رجلك انا بسمعها من اول ما تدخل من بره خالص بسمعها، فكان يستغرب ويعني ينبسط بالالتزام. انسان راقي ومحترم الناس، بيحترم الجمهور قوي قوي قوي، بيحترم شغله، بيحترم زمايله، يعني بصراحه مش هيتكرر، وكلها عشرة جميلة. أيوة بس العشرة دي أكيد في حاجة ما تتنسيش خالص. والله يعني ما يتنسيش إنسانيته، لما كنا بنخرج أنا وهو ومصطفى متولي الله يرحمه، كان عادل بيعزمنا كلنا برا بعد العرض ناكل كباب ومش عارفة إيه وكده، إنما كنا ساعات قليل أنا وعادل ومصطفى نخرج لوحدنا، نروح ناكل فول وطعمية في الحسين. فكان عادل بقى تجي لنا 3 انفار، عادل يبعد طبقين وناكل احنا كلنا التلاتة في ايد بايد واحدة في الطبق نفسه، يعني عايزنا نغمس في طبق واحد احنا التلاتة. شوفي دي حاجات عيش وملح وملح وابن بلد جدع كريم، جدع جدع. وبعدين لما نسافر واي حد يبص لنا بص انا ورجاء او كده، يعني يحمينا يحمينا، اخ حقيقي، اخ محترم حقيقي، ويغير على اخواته اللي معاه في الشغل وكده يعني، ويلتزم بيهم ويسال عليهم، ويعني في حتى في الاجازات نتكلم على طول وكده، يعني مش
عشان كده هو عادل امام. اشتغلت بالظبط. معاه كمان في احنا بتوع الاتوبيس ودموع في عيون وقحه، ودي من الاعمال المهمه جدا. الاعمال المهمه فعلا. واحنا بتوع الاتوبيس حسين كمال، وده استاذي طبعا، وابويا واخويا الكبير، وهو واعتقد هو اللي مكتشفني اكتشف. اصلا. ايوه. حسين كمال طبعا طبعا، ده الله يرحمه، ده كان عزيز عليا جدا، كان حاجه كبيره قوي قوي بالنسبه لي حسين كمال. وطبعا دموع في عيون وقحه الاستاذ يحيى العالمي، وتاليف طبعا الله صالح يرحمه. مرسي، الاستاذ الكبير صالح مرسي، واحنا كنا عيله، وكنا ناس كلها، كنت بقول الناس دي حقيقيه، يعني كل واحد كان في المسلسل حقيقي. صلاح ابيل، يا سلام على صلاح ابيل، وعادل، ولما روحنا السويس نشتغل هناك بنصور على الفيلمين، قابلنا الاستاذ احمد الهوان اصلا صاحب الشخصيه دي، اللي هو جمعة شوان. اللي هو جمعة الشوان. فكانت ايام حلوه، وما يتكررش يحيى العالمي برضو، من الناس طبعا اللي طبعا طبعا، حاجه يعني مش رأفت معقوله. الهجان ودموع في عيون وقحه، واعمال بالظبط. كتيره جدا يحيى العالمي طبعا. يعني الصوره اللي انت اهدتيها لنا، وبنشكرك جدا على دايما بتدينا سبق كده، صوره عادل امام، احنا قلنا بلا القاب بقى عادل امام وكفى، مع الملك الحسن. احنا هنشوف الصوره دلوقتي. اشرحي لنا، انت كنت في المغرب؟ انا كنت في المغرب مع سعيد صالح واحمد بدير في مسرحيه تانية، وعادل بعد سيد الشغال عمل مسرحيه وكان راح بيها المغرب، انا ما كنتش فيها يعني. بعدين واحنا راجعين، انا والمجموعه بتاعتي اللي هو كنا بنعمل مسرحيه خاصه لوحدنا، سعيد صالح واحمد بدير، واحنا في الطياره لقيت الجرايد دي يومها في الطياره، فخدت الجرايد دي وعرفت بقى ساعتها ان هو كان امبارح بيسلموا الملك الحسن اللي بيلبسه الوسام ده. فانا خدت الجرايد واديت لرامي ابن عادل واحده، وبعت لعصام امام على الفايبر الصوره دي، لان هم ما كانوش شافوها يعني، ما حدش شافها. فانا اهديتها لكم لانها حاجه جميله. وبعدين على فكره الوسام الملكي هو كمان واخد الوسام الشعبي من العالم العربي طبعا كله. طبعا، وده اهم وابقى وارفع وسام في الكون، يعني بالظبط حب بالظبط. الناس وحب الجماهير، ويعني ده الارفع، دائما ارفع الاوسمه. وبنشكرك على الهديه، احلى هديه. لكن ايه اللي انت هتقوله له في عيد ميلاده، او تحب اقول تقوله له ايه في عيد كل ميلاده؟ سنه وانت طيب، ربنا يديك الصحه والعافيه ويخليك لينا دايما مبتسم وبتلعب مع احفادك، واحنا ساكتين لك وسايبينك براحتك بقى، انت شقيت كتير وتعبت كتير. وعلى فكره في ملحوظه مهمه، عادل ده ما شفتش عزه نفس زيه، نفسه عزيزه جدا جدا، ما يقبلش هدايا ولا عطايا ولا حد يجي له يقول له انت في القصر بتاعي هتجيب المسرحيه وتيجي تعرض ونعمل، يقول له انا عادل مسرحي اسمه مسرح عادل امام، اللي عايز يتفرج عليا يجي لي المسرح. فكان كرامه وعزه نفس وزهد يعني، مش ترفع، شيء كتير. شيء كتير، وكل حاجه عملها لنفسه من وعيلته واسرته من عرق جبين. اخر مره حصل تواصل بينك وبين استاذ عادل امتى؟ اخر مره يمكن من سنه، وانا ما احبش التطفل بقى اكتر من كده، انا بتواصل دايما مع اخواته واصحابي وكده، اخواته واصحابي. انت اخواته البنات اصدقاء؟ البنات وعصام كمان، الولد كمان اللي هو انت صديقه كل العيله، وحتى والدته الله يرحمها. والدته طبعا كنت اعرفها، ووالده طبعا كان يجي يقعد عندنا في المسرح كتير ونتواصل معاه يعني. وبيطمنوكي دايما عليه؟ عشان بيطمنوني قوي، الناس كويس بتقلق. جدا، وعملوا له حفله امبارح، يعني قالوا لي امبارح ان عملوا له حفله كويسه وطفوا الشموع ومش عارفه ايه، وكانت حاجه حلوه جدا. ربنا الله يديله يا رب الصحه والعافيه. يا رب دايما فرحان بكل الناس اللي حواليه وبحب امين الناس يا رب. امين. دايما، وكل سنه وانت طيب عادل امام. عايزين استاذه مشيره، بما ان احنا كنا اصحاب السبق معاكي في قصه المشكله اللي عندك في البيت، نعرف اخر التطورات. يا ترى التطورات ايجابيه وجيده، ولا لسه بتكافحي وتناضلي؟ والله اخر التطورات، هو كان من فتره تواصل معايا سياده العميد احمد فاضل في مجلس الوزراء، وعمل عارف المشكله كلها،
وبعدين بعد فتره انا لقيت هو الشاب دوت جه شال الاجهزه. احنا عايزين نقول بس ايه المشكله، ان احنا عماره سكنيه وحصل فيها مستشفى للكلاب، فدي حاجه ما ينفعش تبقى جوه بيت سكني او جوه عماره سكنيه نعمل مستشفى خاص للكلاب. لا هو بقى ايه المشكله؟ مشكله ان الشقتين الارضي دول معذبيننا بقالهم سنين، معذبيننا لان اصحابهم مهندسين في الحي وهم مش جيران، ما سكنوش، هم مشتريين عشان يتاجروا في الموضوع. يعني هم اشتروا الشقتين دول وبالتالي وهم بيأجروهم لأي حد يقول لهم نعمل كده. بالظبط، مرة أجروهم لسايبر وفتحوا الشباك بتاع الواجهة العمارة وعملوه باب وسلم وغيروا واجهة العمارة. بس احنا عرفنا ان هو قفل او حاجة، يعني مش هو قفل ولا لسه؟ لا هو شال حاجته اللي هي اللي بيعمل فيها العمليات والحاجات دي، شال الأجهزة. طيب، انما اليافطة موجودة واللوجو موجود ونمر طيب التليفونات ده مؤشر موجود. ان في استجابة من كل ال يعني سواء الحي او كل الجهات المعنية، يعني استجابة متأخرة قوي، معلش. بعد المهم ما ان الاستجابة، ماشي استجابة، ان شكرا. تأتي متأخرا خير من الا تأتي ابدا. بالظبط بالظبط كده، بس يا رب تكمل على خير، ما ان شاء يكونش كده تهدئة للوضع شوية وهيرجع تاني. ان شاء الله، لا ان شاء الله تكمل على خير. موجودة واللوجو موجود والنمر التليفونات، والناس بتيجي على فكرة بالكلاب برضو. احنا على بس هو مقافل. احنا على كل حال هنتابع معاكي، واكيد طيب كل الجهات اكيد شكرا بتتابع. يا استاذ، وبنشكرك جدا وسعداء وانا لسماع صوتك بشكرك، جدا جدا جدا. وانا بنشكرك، بشكرك كل جدا، سنة وانت طيبة، كل الامتنان، كل الحب للجميلة مشيرة اسماعيل، وكل الحب لكل مشاهدينا، وكل الامتنان بحضوركم معانا. هنطلع